بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات كلية الطب في كل مكان، أهلا بيكم في استكمال مجموعة فيديوهات السبيشال سنسوري أورجنز، وبالتحديد اللي بنتكلم فيها على الأناتومي أوف ذا إير. وخلصنا في الفيديوهات السابقة الأناتومي أوف ذا إكسترنال إير بالأبلايد أناتومي بتاعه. هنتناول بالتوضيح والشرح في الفيديو ده الميدل إير، وزي ما أنت شايف إن ده الجزء الأول من شرح الميدل إير بتاعنا اللي هنكتفي فيه بالتركيز على الباوندريز أوف ذا ميدل إير ونفهمها ونتخيلها ونعرف ايه اللي حواليها من جميع الجهات وايه اللي ممكن هي تؤثر عليه لو لا قدر الله حصل فيها انفكشن. هيبقى معاكم دكتور احمد فريد زي ما احنا متعودين، مدرس الاناتومي والبيولوجي في كليه الطب جامعه عين شمس. نبدا كده بسم الله الرحمن الرحيم ونعرف هو الميدل اير دي كانت مكانها فين. لو انت فاكر معايا من الانترودكشن اللي انا قلتها خالص في اول الاناتومي اوف ذا اير، قلت لك ان الميدل اير ده اسمه التيمبانيك كافيتي. تيمبانيك كافيتي وده air filled cavity and lined with mucous membrane، وموجود في ال vitreous part of the temporal bone. عبارة عن أوضة كده فيها هواء ومتبطنة ب mucous membrane، موجودة medial to the eardrum أو to the tympanic membrane أو medial to the external ear كلها، وموجودة في ال vitreous part of the temporal bone having roof, floor and anterior, posterior, medial and lateral walls. الصورة الجميلة اللي انت شايفها قدامك دي صورة رائعة. الصورة دي انا شايفها from the lateral aspect. يعني ايه؟ يعني انا باصص على ودن العيان اليمين. باصص على ايه؟ على ودن العيان اليمين اللي هو هنا باصص هنا. بص كده شايف المفتاح الخريطة اللي قدامك ده؟ كده anterior، كده posterior، كده فوق، كده تحت. الحيطة اللي مفتوحة قدامك دي أو الشباك المفتوح ده، ده حصل بسبب إن أنا عملت ريموفال للتمبانيك ممبرين. عملت إيه؟ ريموفال للتمبانيك ممبرين. يبقى أنا باصص على أذن العيان اليمين أو أذن الـ الشخص اليمين ودانه اليمين بعد ما شلت الأوريكل والإكسترنال ميتس، وقمت قاصص كمان التمبانيك ممبرين وشلته. لقيت نفسي دخلت فين؟ في الميدل إير. كده قدام، كده ورا، كده فوق، كده تحت، وانا باصص lateral view. ماشي؟ يبقى لو هتكلم على الروف of the middle ear cavity هلاقيه اسمه tegmen tympani، يعني الروف بتاع التمبانيك كافيتي. tegmen يعني الروف، tegmen tympani يعني الروف بتاع التمبانيك كافيتي. ده thin plate of bone، يعني قطعة من البون رفيعة قوي بتفصل التمبانيك كافيتي عن ال كرينيال فصة، الميدل كرينيال فصة اللي فيها التمبرال لوب اوف ذا برين. كويس؟ وبعدين الفلور بتاعتي برضو thin plate of bone، برضو عبارة عن عظمة خفيفة خالص بتفصل التمبانيك كافيتي عن المنطقة بتاعت الجاجولار فورامين اللي بيخرج منها الانترنال جاجولار فين. علشان كده الروف بتاع الميدل اير ريليتد للتمبرال لوب اوف ذا برين مع الفينوس ساينسز المختلفة اللي ماشية في الميدل كرينيال فصة. الفلور اوف ذا ميدل اير ريليتد للانترنال جاجولار فين. عشان كده لو لا قدر الله حصل انفكشن في الميدل اير، ممكن جدا عن طريق الثين بليت اوف بون دي يتنقل الانفكشن للانترنال جاجولار فين ويعمل لا قدر الله حاجه اسمها انترنال جاجولار فين ثرومبوزز. يبقى كده احنا عرفنا الروف اخباره ايه والفلور اخباره ايه وايه الريليشنز اللي ممكن لا قدر الله الانفكشن بتاعت الكافيتي اللي انت شايفه ده تتنقل للروف لمين وتتنقل للفلور لمين. ادي التيجمنت المناي الروف بتاعي، قلنا انه بيفصل الكافيتي عن الميدل كرينيال فصة، وادي الثين بليت اوف بون اللي تحت اللي بتفصل الكرينيال التمباني كافيتي عن الجاجولار فورامين اللي خارج منه الانترنال جاجولار فين. بالنسبة للانتيرور وول، هي دي بقى الانتيرور وول زي ما انت شايف فيها فتحتين مهمين جدا جدا جدا. اول فتحه اللي بتدخل التنسور تمباناي ماسل، وهنعرف ان شاء الله لما نتكلم على الكونتنس ايه التنسور تمباناي دي، بس واضح من اسمها ان هي العضله اللي بتعمل تنشن في التمبانيك ممبرين او في الاير درام. وطبعا هي مقطوعه هنا ليه؟ لان انا شايل الاوسيكلز وشايل الاير درام اصلا، فدي التنسور تمباناي ماسل. الفتحه اللي تحتها هي فتحه الاوديتوري تيوب، فتحه الايه؟ الاوديتوري تيوب او الفارينجيو تيمبانيك تيوب او الاوستيكيان تيوب اللي هي قناه استاكيوس اللي بتوصل الميدل اير بالنيزو فارينكس.
وهنعرف وظيفتها ايه ولازمتها ايه بعد شوية ان شاء الله في الفيديو اللي هنتكلم فيه عن الكونتنتس او عن بقية الميدل اير كاناتومي. طيب الانتيرور وول بقى ليها علاقة بايه بقى؟ الانتيرور وول ليها ريليشن بالكاروتيد كانال اللي ماشي فيها الانترنال كاروتيد ارتري. بتفصل الانتيرور وول عن الكاروتيد كانال بوني سيبتم صغننة كده، بوني سيبتم يعني حاجز عظمي صغير يفصل الانتيرور وول عن الكاروتيد كانال اللي ماشي جواها الانترنال كاروتيد ارتري بالسمباثاتيك بليكسس اللي حواليه. يبقى انا بمنتهى البساطه عرفت ان الروف له علاقه بالتمبورال لوب اوف ذا برين، الفلور له علاقه بالانترنال جاجولار فين، الانتيرور وول فيها فتحتين، فتحه الاوديتوري تيوب او قناه ستاكيوس وفتحه تدخل لي التنسور تمباناي مصل، وليها علاقه بالكاروتيد كانال عشان الام سي كيو. يبقى الكاروتيد كانال او الانترنال كاروت ريليتد تو ويتش وول؟ انتيرور وول. برافو عليكم. بالنسبه بقى للبوستيرور وول يا شباب، زي ما انت شايف ده البوستيرور وول، المفروض ان وراها الماستويد بروسس بالماستويد اير سيلز اللي موجوده فيها، فهو عباره عن بوني بارتيشن سيبريتنج ذا ميدل اير فروم ذا ماستويد اير سيلز. بيحتوي على عظمه عامله شبه البيراميد، بنسميها بيراميد باسمها بيراميدال ايمينس. هذا البيراميدال ايمينس بيديني اوريجين للعضله الثانيه والاخيره اللي موجوده في التمبانيك كافيتي اللي اسمها ستابيدياس ماسل، عشان بتروح تمسك في عظمة الستيبس. وبعدين بلاقي فيه فوق كده زي ما انت شايف شباك صغير كده فاتح على الماستويد اير سيلز، وبعدين بلاقي فيه فصة كده موجود فيها الشورت بروسيس اوف انكاس هنتفرج عليها لما نيجي نتكلم على البوني اوسيكلز. يبقى اذا البوستيرو وول دي يا شباب ليها علاقة بالماستويد اير سيلز، يبقى لو حصل مشكلة في التمبانيك كافيتي او اوتيتس ميديا التهاب او انفكشن في الميدل اير ممكن ينقل للماستويد اير سيلز مشاكل ويعمل ماستويدايتس او انفكشن برضو في الماستويد اير سيلز، والعكس صحيح عشان في فتحه مباشره بينهم الاثنين اهو. تمام. لما اجي اتكلم على الميديال وول اللي هي الوول اللي جوه بقى زي ما انت شايف التي تفصلها عن الانر اير، الميديال وول هي اللي بتفصل الميدل اير عن الانر اير، سيبريتنج ذا ميدل اير فروم ذا انر اير. بلاقي فيها جزء من المسار بتاع الفيشيال نيرف، وده هاخده بالتفصيل لما ادرس ان شاء الله الفيشيال نيرف ككورس وريليشنز. هلاقي المنطقه اللي ماشي فيها الفيشيال كانال اهي، البروميننس بتاع الفيشيال كانال. طبعا لما هندرسها هنعرف ان الفيشيال نيرف ماشي ورا الميديال وول بتاعه الميدل اير قبل ما يخرج من الستايلوماستويد فورامين وينزل من السكال. هنعرف الكلام ده ان شاء الله لما ناخد الفيشيال نيرف. وهلاقي في حاجة اسمها برومونتري، هلاقي في حاجة اسمها ايه؟ برومونتري، اهو شايف البلج ده؟ البلج ده بسبب ان القوقعة موجودة ميديال تو ذيس بلج، يعني هذا البلج مخبي وراه هنا في الصورة، مخبي يعني لو انا كسرت البرومونتري ده هلاقي البيزل ترن بتاعت الكوكليا بتاعت قوقعة الأذن، هلاقي الجزء السفلي من قوقعة الأذن هو اللي عامل البلج ده بنسميه برومونتري. هلاقي فوق البرومونتري ده اوفال ويندو، الشباك البيضاوي اللي بيتسد بالستيبز، عظمه الركاب بتاعت البوني اوسيكلز، وهنشوفها ان شاء الله وانا بتكلم على الكونتنتس اوف ذا ميدل اير. وهلاقي فيه ويندو تاني تحت صغنن اسمه راوند ويندو، الراوند ويندو ده بيتسد من برين تاني بنسميه سكندري تمبانيك ممبرين. وبعدين هلاقي طبعا الساينس تمباناي، ده عباره عن ديبريشن بين الاثنين ويندوز اللي اترسمت جواه النجمه ده. يعني بمنتهى البساطه الميديال وول دي الميديال وول، انا اتفقت ان الصوره دي انا باصص عليها من اللاترال اسبكت وقمت قاصص التمبانيك ممبرين داير ما يدور، فلقيت نفسي بقيت جوه التمبانيك كافيتي، بقيت دي الانتيرور وول ودي البوستيرور وول وده الروف وده الفلور. طب واللي في الوش دي مين؟ دي الميديال وول اللي تفصلها عن الانر اير، فيها برومونتري، البلج ده بسبب ان في كوكليا موجوده. وهلاقي كمان برضو اللاترال سيمي سيركولار كانال هتعمل لي برضو ايه برومننس تاني فوق كده على الشمال زي ما انت شايف. وبعدين هلاقي فوق البرومونتري راوند ويندو اوفال ويندو سوري اللي بتسدها الستيبز، وبعدين هلاقي تحت البرومونتري راوند ويندو بيسدها سكندري تمبانيك ممبرين. وهنعرف ان شاء الله كيفيه السمع بتعدي ازاي وتوصل للانر اير ازاي. ماشي يا شباب. اللاترال وول طبعا رجعنا تاني للصوره بتاعتنا اللي شفناها قبل كده، هي التمبانيك ممبرين اللي انا خدته قبل كده عرفت انه له لاترال سيرفيس ريليتد للاكسترنال اير، عباره عن سكن وفي طبقه في النص فايبرس تيشو، والجزء اللي ناحيه الميدل اير
عباره عن ميوكس ممبرين، وبيبقى ماسك فيه الهاندل اوف ميليا زي ما انت شايف، فبيبقى مقعر من بره ومحدب من الداخل، وفوقيه في ريسس في العظم كده اسمه ايبي تمبانيك ريسس، ده موجود جواه الهيد اوف ميليس اند بودي اوف انكس. موجود جواه ايه؟ هيد اوف ميليس اند بودي اوف انكس. ويبقى هما دول الثلاثه اوسيكلز بتوعنا، الثلاثه اوسيكلز بتوعنا اللي هو الميليس والانكس والستيبس. ميليس المطرقه، انكس السندان، وستيبس الركاب اللي كانت بتسد الاوفال ويندو. ويبقى البلج ده اللي موجود في الميديال وول اوف ذا ميدل اير هو ده البرومونتري اللي معمول بالبيزل تيرن بتاعت الكوكليا. لقيت فوقيه اوفال ويندو مسدود بالستيبس، وتحتيه راوند ويندو مسدود بالسكندري تمبانيك ممبرين. وكده بدات الصوره تتضح ان ده اللاترال وول وده الميديال وول بتاعنا، وده الانتيريور وول اهو، الانتيريور وول اللي له علاقه بالاوديتوري تيوب اللي راح توصله بالنيزو فارينكس. ادي الايبي تمبانيك ريسس اللي رسمنا فيه السهم، وبيجي لك في الام سي كيو ايه المحتويات بتاعته. لو جينا نتكلم بقى على الاوديتوري تيوب، بقى قناه ستاكيوس دي بمنتهى البساطه هي قناه بتوصل الانتيريور وول اوف ذا ميدل اير بالنيزو فارينكس البلعوم الانفي. It's a tube extending between the anterior wall عشان MCQ of the tympanic cavity and the nasopharynx. هتلاقي الجزء البروكسيمال منها اللي ناحية الميدل اير عظم، وده تلت جزء قصير، وجزء الطويل منها اللوديستال اللي هو بعيد عن الميدل اير ناحية الفارينكس هتلاقيه كارتريج اهو، تلتها بون وتلتينها كارتريج. وبقول لك compare with the external auditory meatus. الاكسترنال auditory meatus لو تفتكر كان تلتها الخارجي كارتليج وتلتينها الداخليين بون. اما الاوديتوري تيوب تلتها الداخلي او البروكسيمال ناحيه الاير بون، وتلتينها هما اللي كارتليج. عشان كده كاتب لك كومبير وذ اكسترنال اوديتوري ميتس، وظيفتها ايه يا شباب؟ يقول لك ايكولايزيشن اوف ذا بريشر اون ايذر سايدز اوف ذا تمبانيك ممبرين. يعني لو ده التمبانيك ممبرين ماشي، لازم يبقى فيه بريشر متساوي على الجنبين بتوعه. الاكسترنال اير من هنا فاتحه على الهواء صح؟ ناحية السهم ده أنا فاتح على الاكسترنال اوديتوري ميتس، من هنا فاتح على الأوركل، فاتح على الهواء الخارجي عادي خالص. فلازم الكافيتي اللي جوه ده اللي هو بتاع التمبانيك كافيتي أو الميدل إير كافيتي يكون برضو ضغط الهواء فيه متعادل مع الضغط ده. يقوم ربنا سبحانه وتعالى خالق لنا الشاليمو دي أو القناة دي اللي بتوصل الميدل إير بالنيزو فارينكس اللي هو البلعوم الأنفي اللي موجود خلف الأنف، اللي فاتح على الأنف، اللي فاتح على الهواء الخارجي برضو. يبقى كده البريشر اللي موجود على اللاترال سايد اوف ذا تمبانيك ممبرين يتصل بالهواء الخارجي عادي، والبريشر اللي من ناحيه الميديال سايد اوف ذا تمبانيك ممبرين عن طريق هذه الشاليمو او هذه التيوب او هذه الاوستيكيان تيوب او قناه ستاكيوس او التيوبو فارينجيال او الاوديتوري فارينجيال تيوب وات ايفر تسميها، يبقى كده الضغط متعادل على الناحيتين. فهمنا ازاي بتيكوالايز ذا بريشر اون ايذر سايدز اوف ذا اير درام او ذا تمبانيك ممبرين عشان ما يبقاش مشدود زياده عن اللزوم او مريح زياده عن اللزوم او لا قدر الله يتقطع بسبب اختلافات الضغط في الجنبين. وبكده نصل لنهايه الاناتومي اوف ذا ميدل اير كباوندرز وكاوديتوري تيوب. المره الجايه ان شاء الله او في الفيديو القادم هنتكلم على الكونتنتس اوف ذا ميدل اير، يعني هنتكلم على الاير اوسيكلز الثلاث عظيمات دول وعلى العضلتين اللي موجودين. إلى أن نلتقي أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.